لكي تتجه اتجاها ما يجب أن يتشكل لديك رأي، هذا الرأي خاص بك تماما بكل خلفياته وروافده، ولكن اسمح لنا مشاهدنا الكريم أن نضيف نظرة على نظراتنا اليوم على الحرف التراثية، أصالة الماضي وعراقة الحاضر، تلك الحرف التي تعكس التراث الحضاري المصري، فمصر على مدى تاريخها اشتهرت بفنونها التراثية وصناعها المهرة الذين أبدعوا في مجالات عديدة منها الخيامية والزجاج المعشق والصدف والخزف والفخار والسجاد اليدوي والحفر على الخشب والنقش على النحاس. مشاهدينا، في هذه الحلقة سنناقش كل ما يخص هذه الحرف التي يجب علينا إحياؤها وهذه الصناعات، وسنرصد أيضا أهم التحديات من خلال لقائنا. بعد الترحيب بحضراتكم بنرحب بضيف الحلقة الكريم دكتور أكرم مسعد، أستاذ مساعد الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ نادية، شرفت بيكم دائما وسعيد بوجودي في التلفزيون المصري النهارده. شكرا جزيلا يا فندم. نبتدي مع حضرتك وتكلمنا عن أهم هذه الحرف التراثية ومدى العراقة فيها والأصالة. مصر بلد جميلة جدا مليانة تاريخ طويل قوي. التاريخ دوت وصل لنا من خلال المنتجات المتواجدة عندنا زي الخيامية، زي الخزف، زي الزجاج. كل تاريخنا عبارة عن قطع فنية وصلت لنا من الماضي، وبناء عليه بلورناها في الحاضر بالشكل التراثي المتعارف عليه واللي موجود بشكل جميل ومنتشر في أنحاء الجمهورية بشكل رائع جدا. نسعى الآن إن احنا نحاول إن احنا نطوره، مش نطوره، نحافظ عليه أولا ثم نطوره ليواكب العصر بشكل الأصيل بتاعنا. إيه سر الجمال عندنا في تراثنا؟ القصة، الحدوتة. احنا كل قطعة عندنا ليها حدوتة، ليها قصة. القلة ليها قصة، السجادة ليها قصة. دايما تاريخنا مرتبط بالفولكلور بتاعنا، مرتبط بكيانات ثقافية جميلة قوي متمثلة في صورة أساطير. يعني ممكن تبقى داخله مثلا بنحط الكف، ليه بنحط الكف؟ عشان كذا. اسم دوت الشكل بتاع السجاده الفلانيه دي عشان كذا. لا بس انا عايز اعرف منك القله مثلا، انت قلت القله ليها سبب، ليها قصه. لا القله، انا اقول لحضرتك على حاجه، ده مش القله كمان، ده في حاجه اسمها شباك القله. يعني كمان ايام العصر الاسلامي كان شباك القله بيتعمل عليه رسومات دقيقه جدا لدرجه ان اتعمل فيها رسائل ماجستير ودكتوراه. احنا كنا بنشوفها بتلاقي فيها مجموعه صخور. في المتحف المصري، في في المتحف الاسلامي، في سيشن كامل، مكان كامل، قسم كامل مليان الزخارف، موجود عليها بقى زخارف في قمه الجمال. اوكي، وفي نفس الوقت بقت رمزيه للخير. يعني اول ما اشوف القله بشكلها ده رمزيه خير. صحيح. اوكي، لان فيها الميه، والميه هي شريان النيل او شريان او شريان الحياه اللي موجوده عندنا. المنتجات بتاعتنا اللي موجودة، كل منتج بيبقى ليه قصة وليه حدوتة وليه تاريخ. احنا بقى جمالنا او جمال مصر ان كل نقطة تاريخية او كل عصر بيحمل الموضوع دوت بشكل من الاشكال. يعني لو جينا على حسب طبيعة هذا العصر فبتتحمل كمان القطعة الفنية دي بعبق كان التاريخ اللي موجودة فيه. فلما نيجي ناخد مثلا حاجة زي الكف، موجود في تقنيات مختلفة. هو تصنع مثلا بالخزف، وتصنع بالقماش، وتصنع بالجلد. هو فكرة الردع العين او ابعادها، هو الرقم الخمسة وسر، يعني لان الارقام والاعداد ليها اسرار كمان طاقية معينة، فمن هنا جاي التراث بتاعنا اللي بيحوي العديد من الاسرار اصلا. يعني دي نقطة، ونقطة كمان تانية بتبقى نقطة ايه، ان تاريخنا مرتبط بحاجة زي مثلا الفانوس. الفانوس مثلا عندنا ايام الفاطميين لما دخلوا بيستقبلوا السلطان وطلعوا بالفوانيس، استقبلوا الفانوس هنا هو حمل بمعنى.
ما بقاش مجرد أداة للإضاءة، هو أصلا أداة إضاءة. ايوه إنما دلوقتي أول ما يدخل رمضان حمل رمضان بالظبط. بالفانوس وبالفكرة بتاعته، مولد النبي، المولد النبي، الزخارف وطبعا العروسة الموجودة عندنا، والحصان اللي للأسف بدأت تتراجع دلوقتي، يدخل مطرحها حاجات تانية بقى مش بتاعتنا شوية، بس لازال دي محملة بالقصة وبالحدوتة بتاعتنا. فتاريخنا مليان، وكل فترة من الفترات بتحمله بحاجة جديدة. جديدة. الخامة بقى أنا بستخدمها إذا كانت خيامية، إذا كانت نحاس، إذا كانت زجاج، حسب الاستخدام. والعصور كلها لو نلاحظ إن كل الآثار اللي جات لنا موجودة من التاريخ بتاعنا. يعني مثلا الفخار اللي موجود عندنا مصر من على الشاشة دلوقتي ده دي من فخار. الحاجات الجميلة جدا. الفخار يا جماعة، على فكرة مصر هي اللي بدأت الفخار، وهي اللي طلعت منه نماذج في قمة الروعة، قمة الجمال، من أيام المصر القديم، مش مصر القديم، ما قبل المصر القديم. القديم. كان في عندنا حضارات في مصر هنا، حضارة نقادة مثلا، الحضارات اللي كانت موجودة عندنا في مصر، الزخارف والتفاصيل كانت موجودة على الفخار، هي اللي جات لنا، وهي اللي بينت لنا الناس دي كانت قد ايه عايشة مبدعة ازاي، وقد ايه راقية. وازاي خدوا من مادة بسيطة جدا زي مادة الطين وطوروها لان هي بقت دلالة على النماذج الموجودة فيها. وكان في بعض الحاجات، يعني في حاجات معينة خاصة بتخزين الزيوت، فتلاقي مثلا منتهية بانتهاية إبرية كده هو. الحاجة مفيش تانية، حاجة اعتباطا يعني، لا لا على طبعا، حسب سمة كل حاجة كمان يعني، ليه ليه المقاييس الهندسية اه ليه كلها زير مدروسة ليه يعني. زير نازل بالشكل المخروطي دوت؟ اها عشان بيبدأ يصفي المية، اوكي، بالظبط. ويبدأ يدي اير كونديشننج ليها، فيطلع مية كأن ساقعة، بيرشح المية. بيرشح المية. اذا دي كان ليها تاريخ، اوكي. هاخد حاجة مثلا زي المشغولات المعدنية، الحلي اللي كان موجود زمان ده ايام مصر القديم، اتفرج على الحاجات الموجودة عند توت عنخ آمون، طبعا كلها رموز. تفاصيل وكلها رموز، ورموز بتدل على ان انا عايز احمي المتوفي او احمي الموميا ديت، وان هو قد ايه كان ملك عظيم، وازاي كان بيحارب، وازاي كل رمز من الرموز ديت هي رسالة من الماضي الى الحاضر، بتقول ايوه لنا احنا كنا فين وبقينا ايه. فدورنا احنا بقى في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي، في دايما الناس يقول لك ايه، عايزين نطور التراث. ايوه انا من دعاة المحافظة على التراث. طيب قبل ما نتكلم عن كثير من ادوار المفروض نعملها، هنشوف بعض النماذج لهذا التراث الزاخر الحقيقه والسخي، واحنا في شهر رمضان الكريم نتذكر مع حضراتكم كده ونشوف تقرير عن الفانوس. السنة اللي بنشتغل فيها دي وارثها عن ابويا وعن جدي كده، دي وارثها عن ابويا وابويا وارثها عن ابويا بالوراثة يعني. هكون الفانوس أول حاجة أساسا، بنجيب الإزاز أول حاجة ونبتدي بالمقاس اللي إحنا عايزينه، مقاس زي دوت، مقاس زي دوت، بنجمع الأول على الإزاز، ماشي، نبتدي نلم الإزاز نقطعه ونفصله زي ما إحنا عايزين. ده عند البيت نقطعه حسب حجم الفانوس، من الفانوس اللي هو الميداليا الصغير لغاية الفانوس الخمسة متر اللي حضرتك شايفه، ماشي. بعد كده بنجيبه ونجمع الإزاز، ماشي، وبنبتدي نجيب الصفيح ونقص عليه القبة والقعر بتقص كان في بلدي وفي عربي، ماشي، دي حاجة اسمها الشغل البلدي ودي حاجة اسمها الشغل العربي. أصل الفانوس مصر، أصل الفانوس مصر، في العالم كله، في العالم العربي كله، في العالم الإسلامي كله، أصل الفانوس مصر. صناعة زاخرة، صناعة الفوانيس، وطبعا ليها أصول شديدة في الرقي والأصالة. ودكتور كرم، كل فانوس مش معمول شكله كده بالصدفة، كل فانوس له اسم،
نعرفه من حضرتك. هو طبعا في مسميات كتير للفانوس، في وكان في مسميات بتبقى خاصه كمان بصانع الفانوس، يعني ممكن يبقى الفانوس مسمى باسم فلان، يعني ده فانوس حاج حنفي مثلا، فانوس فلان، انا ما اعرفش اسماء بعينها، بس يعني من ضمن الدراسات كانت بتتعمل ان كان في فانوس بيطلق عليه على شخص. في فانوس الطياره ده كان مثلا من الحاجات اللي انقرضت قوي، كانت مش موجوده هنا مصر لما دخل فيها الطيران وكده، فبداوا ياخدوا شكل الطياره. الدبابه الفتره بتاعت مثلا نصر 6 اكتوبر، الفنان نفسه بدا ياخد الاجزاء الحربيه دي ويحولها لشكل فانوس، شكل جمالي، لشكل جمالي. وطبعا هو زي ما كان في اللقاء اللي كان مع صانع الفوانيس، ان هو كان بيقول لك ايه، بنلم الازاز، يعني هم كان برضو دي نوع من انواع اعاده التدوير. بالظبط. ودي من الحاجات الرائعه جدا، ان انا باخد صفيح وحاجات يكاد يكون مستهلكات من صنعة اخرى. أيوة. وبحولها لقيمه جماليه وفنيه. مم. وكمان في بقى عندنا الرسومات الموجوده عليها، يعني في بعض الفوانيس بترسم عليها عروسه، فده اسمه فانوس مثلا عروسه. ايوه. فانوس عليه مدفع، فده فانوس مدفع. فهو كان بيعملوا احيانا فانوس على شكل مدفع. الفانوس طبعا التقليدي اللي لازال حتى الان موجود عندنا، الموجود مثلا عندنا على الصوره دي من الفوانيس اللي لازالت موجوده بالشكل التقليدي بتاعها. ده فانوس مأذنه اللي موجوده عندنا، لانه في اكتر من مأذنه. ايوه. وطبعا ده بيتاخد من العماره بتاعتنا الاسلاميه بتاريخها العريق الموجود عندنا. يعني الفنانين وصناع الفوانيس كانوا بياخدوا من كل حاجه حواليهم، المآذن اللي حواليهم فيحولوها لقطعة فنية. مدفع رمضان لما اتعمل في الأول ما كانش طبعا، يعني أساسا كان هدف وجوده ما كانش عشان ده كان بيجربوا مدفع فتحول إلى بالظبط، فقام هو برضه حوله الصانع لشكل فني وجمالي وهكذا. يعني كل حاجة كانت حواليهم بيعيدوا صناعتها بشكل أو رؤيتها بشكل فني. بالظبط. هو حضرتك مكاننا أصلا هو في الصانع اللي شغال دوت فين؟ تحت الربع، فهو جنبه إيه؟ جامع مؤيد شيخ. فبياخد من الاشكال الموجوده حواليه. بالزبط. دي عبقريه المصري. عبقريه المصري ورؤيته، انا دي انا بسميها العين الثالثه. هو بيشوف البصيره. هو يعني يرى ما لا يراه الاخرون. ده الفنان، وبالذات الفنان الفطري اللي قاعد عنده مجموعه، يعني هو عايز يطور فبيطور على البران على ايه؟ يضرب بعينه الحته لو خدت دي وحطيتها مع ديت. ويطلع حته عشان كده بقول لحضرتك بيطلق على بعض الفوانيس اسماء صانعيها. ايوه، مبدعيها هم ومبتكريها. وبيبقى ممكن الابتكار في حاجه بسيطه، بس الحاجه البسيطه ديت هي اللي بتعمل التنافسيه، ان انا اعمل حاجه جديده، والحاجه الجديده ديت هي اللي اقدر اقدمها بشكل جديد. هنشوف مع حضرتك بقى جزء اخر وفن كمان جميل وبديع، فن الخياميه. الخياميه، خليكم معانا. والخيام فن الخيامية عبارة عن فن نحت القماش على القماش، مصري أصيل، مفيش ليه أي مهنة مماثلة في أي دولة في العالم. الخيامية ارتبطت بشغل الخيام، جاية مشتقة من الخيام. كان اتقال كلام كتير عن نشأتها، بس يعني الاوقع شويه ان لما كان زمان البوابات بتقفل وكان في تجار بيسافروا من بلاد لبلاد بالنسبه للقاهره هنا، فكان بيبقى بيثبتوا في مكانهم بخيام، فالخيام دي بتحتاج بعض الترقيع او ان هو في اجزاء منها متقطعه، فبدات الشغله بدات من هنا. وانا برضو وابنائي برضو كده في نفس المكان متعلمين برضو واخدين شهاداتهم، بس غاويين شغلتي دي برضو. شغل كتير ما فيهوش ابداع، يعني ما فيهوش انك بتبتكري شيء، لكن بالنسبه للشغل هنا في شويه بتشغلي دماغك، بتطلعي حاجه فيها نوع من الفن بتعجب ناس كتير. نفسها بيبقى قطان، مشى تيلا صبور قطن،
على اساس ان لو تتغسل الوانها ثابته. اللغات القديمه دي اللي بتحكي مصر القديمه لازم تكون الوانها الى حد ما يعني ما تكونش مثلا الوان مودرن، لازم تاخد الالوان الازرق تبقى غالبه عليها، الالوان الناشره عامه تبقى غالبه عليها. في مثلا قصص بتحاكي مثلا الاطفال زي قصه جحا ديت مثلا، برضه لازم يكون فيها الالوان الاحمر والصرخه اللي هي ممكن تعجب الاطفال وكده يعني. الاجنبي بيبقى مقدر يعني ايه شغل يدوي، لان هو اساسا يعني الصناعه عنده تطورت والمكن عنده تطور، فاصبح ان الشغل اليدوي شغل نادر. وطبعا لدقه الشغل اليدوي والحرفيه الشغل اليدوي بيقدر الاجنبي يقدره اكتر من المصري. مهنه الخياميه عايز اقول لحضرتك ان هي مش مهنه جوه كل واحد في الخياميه، لكن هي جينات ما يقدرش يخرج عنها. ألوان وإبداعات وأشكال تسر الناظرين الحقيقة، يعني كم من الألوان والتداخلات وال يعني الرقي في التعامل مع هذه الألوان والأشكال وهكذا، يعني تعليق حضرتك على هذا التقرير. التعليق الوحيد إن وأقوله لأي مشاهد إلبس وانزل بعد الفطار واطلع اتفرج هناك على شارع الخياميه ورا في منطقه تحت الرابع ورا مديريه امن القاهره. اولا يمكن في بعض الحاجات ما اتقالتش او مش ما اتقالتش اللي تشوفها بقى، الفنان الخياميه بيقعد ليه قاعده وتربيعه معينه عشان بيقعد بالساعات بيشتغل ببقايا الاقمشه. لو شفتوا منظر الاقمشه اللي داخله عند الراجل ديت هتصدقوا ان ممكن يطلع منها كم الرقي ده بقايا. ثم بقى يعني في بعض المعلمين اللي موجودين والفنانين، انا شخصيا على فكره يا جماعه لما بيجي لي حد بيبقى عايز يتعلم حاجه بقول له انزل شوف الفنان ده بيعمل ايه، مش الصنايعي الفنان. فنان ده فنان، لا ده فنان. كلمه يا جماعه حتى كلمه صنايعي دي كلمه كبيره. طبعا، وده قصة فنان طبعا. اللي اتفرجوا عليه هو ماسك قطعه القماش وهو داخل عليه بالكيلو وبيبدا ياخدها ويفصلها، بيمسك ورقه يبدا يطبقها تطبيقات معينه ويبدا يقصها فيطلع له الباليت الباترنز بيشتغل بيه ديت، ويبدا كل اللي حضراتكم شايفينه دوت ليه غرزه سحريه بسيطه جدا بيخيط من الوش بس ما تبانش، وده الذكاء بتاعه. اللي بدا يظهر دلوقتي التفاصيل الموجوده قدامنا ديت كلها تصميمات متاخده من التراث، وهو بدا يوظفها توظيفات جماليه وبكم الالوان الرائع دوت. صحيح. على الرغم ان الناس ديت مش دارسه دايره اللون والتفاصيل بتاعتها، الا انهم بيحسوا باللون. يعني انا دول معلمين انا بقعد قدامه واقول له انت حاطط اللون ده ليه؟ يقول لي اصل اللون ده منور. بيطلق كلمه منور على الالوان الساخنه اللي احنا بندرسها للطلبه. أيوة. ده اللون البرتقالي والاصفر والاحمر والى ذلك. أيوة. اللون دوت، لا اللون ده انا حاطه في الاخر كده عشان يريح العين. فهو تلقائيا فطريا عارف ايه الالوان اللي بتريح العين. فده ده كنز من الكنوز الموجوده عندنا. الكلمه اللي موجوده بقى دلوقتي ان الاجنبي اللي بي 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 بيشوف قيمه الحاجات ديت، انا نفسي المصري كمان لازم يبقى عنده حته طبعا ويقتنيها طبعاً. حته يبقى وعارف ان ده تراثه وميراثه. النهارده انا عايز اقدم لحضرتك هديه او لفلان هديه، ليه انزل اجيب صنع في الصين؟ صحيح. وعندي حته قيمه جدا صنع في مصر طبعاً. بقيمه. اولا اللي قدامي هيحس بيها وجمالها ولازم ابقى عارف تاريخها طبعاً. فانا بهديك معلومه ده اولا. ثانيا بنفع الراجل اللي قاعد في بلدي، ابن بلدي. صحيح. اللي عنده بالفعل قطعه جماليه. وعلى فكره يا جماعه لما تنزلوا تحت بالفعل اسعار الحاجات ديت قياسا للقيمه اللي فيها تكاد تكون سعر تكلفه اوكي. ولما بتاخد حتتين ثلاثه تلاقي يديك خدديه هديه مش صحيح. عارف ايه صحيح. لان الناس ديت عندها فن جميل بيحاولوا الحفاظ عليه. صحيح. وبتطفي جمال رهيب كمان على قطع الديكور في البيت. يعني دلوقتي بقينا نشوف ده ان ازاي توظيف كل الجماليات دي على الديكوريشن في البيوت. يعني دلوقتي في نظره مختلفه، احنا الحمد لله نسبه التعلم بقت عاليه جدا. فالبنت او السيده لما بتيجي تفرش بيتها عايزه تعمل كورنر عربي. أيوة. الكورنر دوت ببدا اخد القطعه بتاعتي دي واحطها. والله عليكي بقى لما تيجي تشتري بقى، يعني نصيحه لاي حد هينزل يشتري حاجه من الفنانين يقول له هي دي بتاعت ايه؟ السره دي اسمها ايه؟ على فكره كل حد بيجي يسالها في البيت تبقى هي كمان عندها المعلومه. احنا في الاول قلنا مصر كلها حواديت، وانا بشتري الحاجه
الله. اساله الحدوته ايه الفانوس ده اسمه هو ايه؟ هو بيبقى عارف طبعا. اه طبعا طبعا. وفي بعض المسميات بتبقى عندهم يعني، على فكره ان الفنانين اللي في التخصصات ديت بيبقى عندهم درجه ثقافه عاليه جدا. اه طبعا، طول النهار بيتكلم اجانب وبيشوف وبيذاكر واخد ده ابا عن جد كمان ورثه، فبيبقى وبيبقى في عنده بعض الاسرار الخاصه بيه وبقى عنده الحته دي. وعلى فكره الناس دي الحمد لله الواحد بيقعد معاها وبيتكلم بطلاقه ما بيلاقيش كلمه السر، بيقول لك ده احنا بنعمل ده، طب تعالى علمك دي عشان تعملي بيها كذا. اه يعني ما بيخفيش سر الصنعه. لا، لان هي في منتهى البساطه هو عايزها تستمر. اه وعايزها تنطلق وعايز يحارب التوك توك اللي بدا ياخد منه الصنايعي. يا ده كمان موضوع تاني. خلينا بقى يا دكتور، وزي ما حضرتك قلت لازم نتكلم عن دور كبير قوي علينا احنا كمجتمع نقوم بيه. اكيد اكيد اكيد. احنا دورنا دلوقتي ابسط ما فيها ان انا لو هنزل اجيب حاجه كهديه، يا مصري انزل اشتري المصري. دي هدايا، دي حاجات انا بقدمها هدايا. النهارده لما اجي اجيب لحضرتك فانوس شكله حلو، ما اجيبش الصيني، ما انا اجيب الحلو بتاع البلدي دوت اللي هيقعد واللي هيعيش معايا واللي هعلقه وليه قصه وليه حدوته. صحيح صحيح. مفرش ظريف اتعمل بالخياميه، ده حقيقي. وبقيه التفاصيل اللي موجوده عندنا النهارده انا شايف عندنا يعني هنتكلم على الفنون طبعا عديده وهنشوفها كمان. ولكن حضرتك كمدرب معتمد في غرفه الحرف اليدويه وايضا مدير قسم الحلي في مركز الفسطاط، ايه الادوار اللي بتقوموا بيها؟ الادوار بقى اللي هي اللي لسه بنتكلم فيها شويه، اللي هي احياء هذا التراث والمحافظه على التراث اولا. للصنايعي اللي موجود او الفنان دوت عنده مجموعه من القيم والجماليات اللي هو يقدر يقدمها لي. دوري ان انا ببدا اعمل له ايه؟ اعمل له دعم اولا ليه هو. الدعم دوت في دعم فني ان انا ببدا اوجهه، والله في حاجه اسمها بقى دائره اللون، وابدا اديله الجانب العلمي وده عن طريق مثلا دورات متخصصه. والجانب بقى الاحلى ان انا عايز اخلق جيل جديد. ابدا اجيب شباب، الشباب دول يبداوا يتدربوا على التقنيات ديت والتفاصيل ديت. أيوة. احنا دلوقتي بندور على الشباب، يعني احنا دلوقتي بنقول اللي عايز يتعلم اهلا وسهلا. طب ايه الحافز اللي هيكون وراء ان الشباب يجوا لحضرتك؟ يعني طبعا احنا عارفين ان اساسا كل دوله بتسعى لاحياء الحرف التراثيه اللي عندها، وان الاغراق في المحليه هو ده طريق وصولهم للعالميه. ولكن احنا ازاي بقى في مصر هنا نحفز شبابنا؟ اولا دلوقتي في بقت قنوات كتير جدا للتدريب موجوده. غرفة الحرف اليدوية فتح قنوات للموضوع دوت وليها صفحتها على فيسبوك، ادخلوا اتفرجوا عليها. كلية التربية الفنية فتح قنوات لدوت. الكليات العملية عامة كلها فتح قنوات لدوت. عندنا مركز الحرف التراثية فاتح دوت، يعني تخيل حضرتك انا عندي مركز مفتوح 5 ايام في الاسبوع من الساعة 8 الصبح للساعة 4، مليانين فنانين شغالين، اللي بيجي عايز يقعد جنبه عشان يتعلم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، عظيم جدا. في نماذج نجحت؟ آه ما كانوش في كليات عند حضراتكم ولا تلقوا هذا العلم وهكذا وهذه الفنون، ولكن دخلوا فرش العمل وابتدوا يبقوا فنانين؟ الغريب بقى ان كل ما يجي حد من خارج التخصص يدخل فيه يبدع فيه، لان هو عنده الشغف بتاع المبتدئ. فهو لسه عايز يتعلم. اوكي. وطبعا شبابنا الخريجين الكليات الفنيه طبعا بيتميزوا. بس لما يبقى حد جاي مثلا خريج تجاره، خريج اداب، خريج حقوق، يقدر ان هو يركز في ده. بس هنا بقى بدي رساله لاي حد عايز يجي ويتعلم. النجاح 1% رغبه، 99% عمل. بمعنى انت النهارده عايز تعمل، يبقى لازم تبذل مجهود. تتفرج عن دوت، تتفرج عن دوت، تتفرج عن ده، تجيب ادوات، تجيب خامات، كورنر صغير في البيت، تبدا تعمل مشروعك المايكرو الصغير متناهي الصغر وابدا اعمل منتج. اوكي. البنوته الصغيره لما تيجي تعمل حته اكسسوار البسيها واخرجي بيها، افتخري بيها، لما اختك هتشوفها طب اعملي لي قطعه، طب هتروح بيها الشغل هتشوفها. ده بنسميه تسويق مباشر، قطعة عمل انا لبستها لاختي، فاختي خرجت هاتي لي كذا. اوكي. في عندنا المهارات دلوقتي موجوده بجد، والله يعني الشباب الموجود دلوقتي حظه حلو قوي في الميديا، بس للاسف احنا بنستخدمها استخدام خاطئ. ازاي؟ احنا دايما مركزين في الفيسبوك والى ذلك، ان انا بعمل شات وبشوف فلان وكلام من ده. لا، في عندي دلوقتي فيديوهات كتير جدا موجوده تعليميه. بالظبط. فيديوهات بتجيب لك دلوقتي كلمه سر الصنعه مش موجود. يعني ايه سر الصنعه مش موجود؟ كله النو هاو متاح للجميع. النو هاو موجود للجميع. ركز في حاجه واتفرج عليها وحبها وابدا اعمل فيها الصنعه بتاعتك. دور على فيديوهات. ابدا الخامات دلوقتي متاحه بشكل كبير جدا. اوكي. شويه بشويه بتقدر تتعرف انت بتعمل ادواتك بنفسها. احنا دلوقتي في اداه انا ممكن ابقى نازل عايز اشتري اداه، الاداه ديت ب 3 4000 دولار.
عندي شباب زي الورد يقول لك انا عملتها ب 500 جنيه مصري وجبت الحديد وصنعته واشتغلت بيه وطلع منه المنتج بتاعه. عظيم جدا. اذا اللي هيقعد في البيت ومستني بقى حد يطبطب عليه ويجيب له شغلانه ومش عارف ايه كلام من ده، لا لا انت خلاص انتهى. وهنعرف كمان بالظبط كمان ازاي بعد ما بيقبل على ده ويبدع فيه ازاي بقى بيتم التسويق ومدى النجاح والنماذج الناجحه اللي عند حضرتك هتكلمنا عنها. ولكن مشاهدينا بعد ما هنشوف هذا التقرير عن الزجاج المعشق. بقالي في الشغلانة دي 50 سنة أبا عن جدا. مهنة الإزاز المنفوخ أو مهنة الإزاز البلدي دي تاريخيا اكتشفت تل العمارنة في عصر إخناطون، وبدأت العصور تتوالى لحد عصر الفاطميين. مهنة الإزاز دي داخلة في 1000 صنعة شغلة وشغلة، يعني داخلة في النحاس، إزاز المعشق، الرصاص. أي مسجد في مصر، أي مسجد في مصر أثري لازم يرجعوا لنا، لأن المسجد أو الشبابيك أو المشكوات اللي هي متعلقة في السقف تبقى في صحن الجامع، وصحن الجامع كله من الإزاز أو الأوبر، لازم يبقى من الإزاز دوت. الفرن ده من طوب حراري من القلب، وتعمل بسيستم معين، فلازم يكون دقيق خالص. فالمهنة دي كلها من الإزاز المنفوخ، ما فيهاش اسطمبات، كله هاند ميد زي ما انت حضرتك شايف كده. دي قبل ما تكون مهنة كلها فن. انت كل حضرتك الحاجات اللي شايفها دي قدامك دي بتتعمل كده يدوي، ماسورة حديد، ماسورة نفخ، مع حاجة اسمها بولين، مع حاجة اسمها ماشة. طبعا الأوروبيين في جميع أنحاء العالم الحتة بتنزل تطلع كوباية عجينة لأنها ماكينة، انما انا بعمل كل الاصناف دي وانا قاعد على الفرن الصغير ده يدوي. في كمان ميزه ان احنا هنا في مصر في المهنه ديت الاكسيد بيتقلب في الازاز وهو سايح، انما بره بيغمسوا الاكسيد. طبعا دي حاجات بتتاكل وتشرب فيها، فممكن تعمل للبني ادم تسمم لو هي فيها الوان او حاجه، انما الاكسيد بيتحط سكال المنجنيز او النحاس او الكوبل، بيتحط على الازاز وقلبه وهو سايح، بيتمازج مع الازاز فيديك الالوان اللي انت شايفها دي، فدي كلها حاجات صحيه. بيا الزمن 1000 مرة هشتغل نفس الشغلانة لأنها عن أبويا وجدي. أنا آخر ملوك الزجاج. أنا كنت ورثة وكنت بشوف أبويا نجم، يعني السفراء ووزراء والناس سقف له هدايا، فأنا حبيت المهنة قبل ما تشتغل فيها تحبها، مش عشان مهنة أبوك. أنا بحب المهنة شخصياً لانها دي الملكه بتاعتي، انا بقعد هنا اكتر ما بقعد في بيتي، فدي مهنتي وانا بحبها عن ابويا وجدتي. واذا المهنه دي انتصرت هيبقى اي اثر ملوش لازمه اما يجوا يرمموه مش هيلاقوا اللي يعمل لهم الازاز، انا بشتغل لهم الازاز في الاثر بالسنتي. ملوك الزجاج واللي هنفضل يعني نفتخر بيهم على فكره، يعني هم ورثوا صحيح هذه المهنه ابا عن جد بس بيعشقوها وعشان كده عارفين يدوا فيها. يا حضرتك المشاهدين لاحظوا كلامه افتخاره، ده بني ادم مالك في مكانه ماسك قطعه الزجاج بيلعبها
بيقول لها روحي هنا تروحي هنا. على فكره لما بنقعد جنب الناس دي ونتفرج عليها بالفعل سيبك من اي فيديوهات، سيبك من اي يوتيوب، سيبك من اي كتب، اتفرج عليه وهو بيتلاعب بحاجات على الرغم من تواضع الامكانيات. تواضع يعني الراجل ده كل عنده فرن يا جماعه، عشان ابدله هجيب له فرن مثلا 30 40 الف دولار وكلام من ده. وبيشتغل بخامات تكاد تكون يعني الازاز المكسر، الازازه اللي بتكسر مني ملونه دي ياخدها يطحنها ويشتغل بيها ويطلع منها نواتج في قمه الجمال. نفسي دول الناس الجميلة دي يعني بقى يعني هو مشكلته دلوقتي ان هو عايز جيل تاني، عايز اخر يتعلم منه، عايز اخر يصبر يقعد، واخر بالاساس يكون عاشق هذه المهنة او هذا الفن ويبتدي يدي فيه. وحضرتك قلت لنا هتكلمنا عن نماذج اعطت ولقت نتاج هذا العطاء. انا دلوقتي لابس بروش بسيط ده نتاج لاحد طالباتي واحد بناتي من ذوي الهمم. الله. انا بحب اسميهم ذوي الهمم. بنت جميله جدا تعلمت وخرجت تجاره وبدات تعمل منتج بتاعها ومشروعها في البيت. وبدات تطلع منتج من الشغل بتاعها. اذا القصه هنا مش ان انت واضمن منين واعرف منين ان ده فعلا له علاقه بالتراث، يعني ده خط عربي تقريبا ده مثلا هي عامله يعني هنا مثلا ايه هنا بقى تهادوا بالفن، يعني هنا فنانين بيتهادوا مع بعضي او طالبه عني بتهديني فبتهديني اسمي بشكل جميل وشكل مكتوب بخط عربي. طيب النقطة دي بتقابلنا في ايه بقى؟ هفترض ان انا النهاردة اتعلمت وعايز اطور او عايز اعرف انا ماشي على الخطة التراثية بشكل مناسب ولا لا، وازاي اطور التراث دوت. احنا عندنا دلوقتي في مدارس كتيرة مفتوحة اوكي، وبيوت خبرة زي كلية التربية الفنية. احنا بيت خبرة يا جماعة. في حاجة كتيرة الناس ما يعرفهاش، ان انت لو جيت الكلية ودخلت وسألت عن دكتور في الخشب وعايز استشيره في كذا، احنا مفتوح، يعني احنا بابنا مفتوح للجميع. اذا انا النهارده لو متخصص، لو فنان، لو عندي جزء تراثي وعايز اطوره، تواصل مع الاساتذه المتخصصين، لان احنا بقى عندنا عناصر تطوير المنتج. بمعنى ايه؟ انا مش هجيب منتج مصري وابدا احط عليه حاجه اجنبيه او البسه برنيطه عشان يبقى بالمنظر ده. بس ازاي ان انا اطور منه بشكل زمان كان بيعمل الزير الضخم جدا، لا ده انا هصغره، هعمل عليه شويه زخارف، هاخد حاجه مثلا من الجامع الفلاني او من الكنيسه الفلانيه او ففي معايير اللي على اساسها هذه القطعه ليها علاقه بالتراث ولا لا، ده من خلال الاساتذه زي حضرتك. بالظبط. ليه بقى؟ ببدا اقول له التوريقه دي او التفصيله ديت اوكي خدها بالشكل ده. لو طولت شويه بقت توريقه ثانيه بمسمى ثاني عصر ثاني. تمام. حتى لو هو ابدع في ده بس يبقى عارف هو تبع ايه. لان هي الفرق بتبقى ما بين العصور في تفاصيل صغيره. هي بقى دي الموجوده عندنا احنا. عظيم جدا. اللي اقدر اضيفها له. فلما يجي يطور على رؤيه، ما يطورش بشكل عشوائي كده فتطلع الحاجة مشوهة بدل ما كانت حاجة جمالية وإبداعية وليها علاقة بالتراث. وده بيحصل إمتى؟ إن في ناس كتير دخلت الصنعة وخدت قشور من المعلمين وبدأوا يشتغلوا. فخد هو كام حتة وتصربع وعايز يفتح ورشته، فبالتالي بدأ يعمل شغل مش بجودة اللي كان بيعمله المعلم، لأن المعلم كان ليه قواعد، عايز يعمل الحتة دي بيعملها في شهرين، ده عايز يعملها في اسبوع عشان يكسب مكسب سريع. فبيبدا يقلل مجموعه من المراحل او يبدا يشف الموضوع بشكل سريع، فبالتالي بيطلع ما بتطلعش بقى بالجوده المطلوبه او بالفن الراقي فعلا اللي له علاقه بالمستوى بتراحة. اللي مفهوم ما بقاش فاهمها بشكل. طيب لو شباب اقتنع بوجوب ان لازم يبقى في رقي في التعامل مع التراث وفي خبره المفروض يكتسبها وهكذا، وفعلا بدا مع حضراتكم في ورش عمل وهكذا وابتدى ينتج وانتاجه فعلا بديع وهكذا، ولكن بنطلبه في ذات الوقت انه يسوق لنفسه، هل ده منطقي؟ يعني هل لما يعني اكتشف في نفسه فنان وابتدى يبدع كفنان، هل كمان المفروض ياخد كورسات تسويق؟ هو انا لسه كنت هقول كلمه كده، دايما الفنان مسوق غير شاطر. كمان يعني هو بيركز قوي في الفن بتاعه. اوكي. بس ده لا يمنع ان مسؤوليته ان هو يعرف برضو الـ 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 الابواب فيه. في دلوقتي عندنا معظم المتاحف بتعمل معارض مجانيه او باجور رمزيه. في عندنا اماكن ثقافيه كتيره جدا بقت بتعرض. هنا بقى دور الفنان الصغير في ايه؟ معلش انا النهارده عملت شغل وجميل زي الفل، مش هركنه جنبي واستنى حد يجي لي. ادخل بقى، انت عندك النهارده الفيس، بدل الفيس ما احنا بنستخدمه كذا، لا ابدا ادور. لا بس ما فيش جهات يعني تبقى هي متخصصه في التسويق، دي شغلتها. يعني الطالب مثلا كان في كليه تجاره وبعد كده قال انا هبقى بشتغل في مجالات التسويق مثلا، مش مطلوب منه يبقى فنان،
بس مطلوب منه التلاقي مع الفنان. حلو. عندي مثلاً في صندوق تنمية المشروعات بيعمل معارض. الكليات الفنيه احنا عندنا مثلا كليه تربيه فنيه فنون جميله في التربيه الموسيقيه بنعمل يوم للتراث وبنطلع سندوة الترابيزات وبنعرض للفنانين. هو هيعرف بقى المعلومه دي منين الا بقى بسعيه. بس يعني هو اللي يتواجد على الاقل في فعاليات كبيره احنا عندنا بشكل بالفعل شبه اسبوعي معارض موجوده على مستوى الجمهوريه كلها. القاهره لوحدها مليانه معارض بشكل بجد بالفعل يا جماعه شبه اسبوعي. في عندنا تجربه جدا لمتحف النسيج. متحف النسيج في شارع المعز بيبدا يحط الترابيزات للناس اللي عارضين في قلب شارع المعز مجانا. بس مجانا لمين؟ ليه يقدم لي شغل على مستوى راقي. بالظبط. هنا بقى اشتغل على نفسي. اقول ان ده فعلا له علاقه بالحرف التراثيه. واقدم شغل، اقدم شغل قوي. يعني اللي بيعمل قطعه شغل معلش يعني اللي بيشتري بلوزه ما يبقاش فيها زرار مش عارف ايه. بالظبط. الحاجات الصغيره دي تفرق معانا. طبعا طبعا. وده اللي هيوصلنا طبعا ان نقتحم اسواق كمان مش بس الاسواق المحليه، الاسواق العالميه بكل تراثنا الراقي اللي بيتخطفه كمان الكثيرين من دول العالم. وبيجي الموضوع دوت عن طريق واحد اجنبي بيشوف حته عندك بياخدها وياخد الكارت بقى في بقى حته الدعايه الصغيره، فين البيزنس كارد بتاعك؟ بالزبط. اللوجو بتاعك. في حاجة صغيرة انت كمان ساعد نفسك يعني. المفروض في فرق تسويق صحيح المفروض تتواجد ولكن كمان الفنان يساعد نفسك. أكيد. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور كرم مسعد استاذ مساعد الاشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان. شكرا ليك يا فندم على كل الاطلالة دي على تراثنا وكنوزنا. شكرا ليك يا فندم. سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. رمضان كريم. وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم والله اكرم. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة ونظرتنا على حرف التراثية والكنوز اللي موجودة في بلدنا واللي نقدر عن طريقها نوصل بشكل كبير جدا للعالمية. منتظرين حضراتكم في الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة من نظرة على فإلى اللقاء.